في سجون الاحتلال. رسالتي للأسرى الموجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه هناك تعاون ما بين الأسرى داخل السجن، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاضد والتعاون، خصوصا أنه في الفترة الأخيرة خلال العام الأخير كان في هناك هجوم، سواء من خلال ما أصدره أردان وزير الأمن الداخل السابق من قرارات وبدأت تطبقها مصلحة السجون على كافة السجون، أو من خلال موضوع الكورونا وعدم تعاطي مصلحة السجون مع موضوع الكورونا بشكل جدي. نعم. حيث أن معظم الإصابات التي تحدث في ما بين الأسرى داخل السجون مصدرها هي الشرطة، شرطة إدارة السجون. والإجراءات الوقائية التي تتخذها إدارة السجون هي إجراءات تقريبا غير موجودة يعني. نعم. سيد حسن الفطافطة، يعني تحدثت عن رغبتك في الوئام الفلسطيني وعدم الانقسام، يعني ماذا يمكن أن تقول للفلسطينيين بعد أن بقيت 18 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ حقيقة بعد 14 عام من الانقسام السياسي والجغرافي بات ضروري جدا أن يتحد الشعب الفلسطيني والقيادات السياسية الفلسطينية بكفيها 14 عام من الانقسام حتى تستيقظ وتدرك أنه الوحيد المستفيد من هذا الانقسام هو الاحتلال الإسرائيلي. ويعني القضايا اللي بيختلفين عليها عمليا كل القضايا بالمعنى السياسي، ما فيش هناك قضايا أساسية خلاف يعني بالمعنى السياسي. للأسف كل الصراع اللي موجود في الساحة الفلسطينية هو صراع على سلطة وهمية تحت سلطة الاحتلال ومسطر الاحتلال. يعني ما فيش هناك أي مبرر غير مفهوم وغير مستساغ وغير مقبول استمرار هذا الانقسام بعد كل هذه السنوات، وخاصة أنه يعني حتى القضايا يعني الاحتلال الإسرائيلي مش قاعد بيقدم شيء. يعني جربنا المفاوضات على مدار 25 عاما لم يقدم أي شيء للشعب الفلسطيني اللي ممكن على أساس يصير في هناك يعني خلينا نقول تعاطي مع أي تسوية في الوقت الحالي. سيد حسن، وبالتالي الحل الوحيد هو من أجل فرض حل سياسي معقول ومنطقي يفترض يكون في هناك تعديل في موازين القوى. يعني موازين القوى الحالية الموجودة على الساحة الفلسطينية لا تسمح بإعطاء شيء للفلسطينيين للأسف يعني. وخاصة مع التغيرات الأخيرة يعني. أبو تامر، يعني نعم، وأنت تتحدث معنا، هناك صور على الشاشة يعني بعد خروجك والتقائك بأسرتك، يعني كيف وجدت أسرتك بعد هذه السنوات، مشاعرك ومشاعرهم، يعني حدثنا عن هذا اللقاء. يعني أنا لما اعتقلت كان أبناء يعني الكبير فيهم عمر 10 سنوات، وأنا يعني للأسف كمان حتى هذه السجن سبقها سجنات سابقة، يعني قضيت 6 سنوات في الاعتقال الإداري، عندي 4 أولاد كل ولد له سجن يعني زي ما بقولوها. وعمليا أكثر واحد من أولادي عشت معاه 5 سنوات، يعني اللي اليوم عمره 31 سنة عشت معاه 5 سنوات فقط يعني، وبقية الأولاد أقل حتى من هذه 5 سنوات. طبعا شعوري شعور إنسان يعني الحقيقة لحد الآن يعني مش قادر أعبر بشكل واضح عن يعني بحاول أتعامل قدر الإمكان مع أولادي يعني بنوع من الأصدقاء، من يعني لحد الآن مش قادر أمارس دور الأب، أو أرى في نفسي يعني شخص قادر على ممارسة دور الأب مع أولادي يعني. لأنه عمليا ما عشتش معهم. نعم. يعني وكل ما كنت أقوم به من خلال السجن، من خلال الزيارات المحدودة والنادرة يعني، لأنه حتى كانت التصاريح ما كانت كثيرة، إضافة لأنه اليوم في عندي أحفاد. يا شاء الله. أحفاد كمان يعني في عندي بنت تزوجت لما اجت لولدي كنت انا في السجن، واولادها الاثنين اللي هم احفادي ارضوا جاءوا الى الدنيا وانا في السجن ايضا. نعم. حسن فطفطة الاسير الفلسطيني المحرر اليوم، مره اخرى نهنئك بخروجك من سجن سلطات الاحتلال وشاكرين لك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا يا سيدي، شكرا جزيلا.
من الخليل في فلسطين إلى دمنهور في محافظة البحيرة المصرية.